بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالحمد اخبار ان المتقين في ظلال قليلا
إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. تنور عليك حجرته. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون
أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكان سرابا. صدق الله العظيم. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. لبثين فيها أحقابا. لبثين فيها أحقابا. لبثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. صدق الله العظيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حبيبا وغساقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم.
للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. صدق الله العظيم. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاء حسابا. صدق الله العظيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن
ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه صدق الله العظيم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا صدق الله العظيم. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات
مدبرات أمرا. يوم ترجف الراجف تتبع الرادف قلوب يومئذ واجف أبصارها خاشع. صدق الله العظيم. يقولون أئنا لمردودون في الحافر فإذا كنا عظاما ناخر قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهر. يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالسائرة. صدق الله العظيم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة
هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه؟ هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوال؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأريه الآية الكبرى. فكذب وعصي ثم أدبر يسعي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي. فأخذه الله نكالا والأولي. إن في ذلك لعبر صدق الله العظيم. فأريه الآية الكبرى. فأريه الآية الكبرى. فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولي. إن في ذلك لعبر صدق الله العظيم. فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي. فأخذه الله
فأخذه الله نكال الآخرة والأولي. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء؟ صدق الله العظيم. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. صدق الله العظيم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج
سراج ضحاها صدق الله العظيم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها بناها فأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. رفع سمكها فسويها صدق الله العظيم. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العلي سبح اسم ربك لعلي سبح اسم ربك الأعلي الذي خلق فسوي صدق الله العظيم. والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء أحوي. سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله. إن
إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي تؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وباقي والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام كمال على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تنفرج بها العقد وتنحل بها الكرب وتنحل بها الكرب وتنال بها الرغبات وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لفقيدنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وثبته عند السؤال يا رب العالمين اللهم ثبته عند السؤال واجعل هذه الليلة خير لياليه يا رب العالمين اللهم مد له في قبره مد بصره وافرش قدره من فراش الجنة واجعل مرضه في ميزان حسناته يا رب العالمين اللهم اكتبه عندك من الشهداء وبعد
وبارك في أهله وأولاده وذريته يا رب العالمين. اللهم آنسه في وحشته وآنسه في غربته، فليس له إلا أنت يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا، جئنا شفعاء فشفعنا فيه يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن البلاد والعباد يا رب العالمين، واشف مرضانا وارحم موتانا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وارحمنا يا ربنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وتخلى عنا القريب والغريب. اللهم ارحمنا إذا ورينا في التراب وغلقت علينا القبور وانفض الأهل عنا والأحباب. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. استمعنا وإياكم خاشعين ومبسوطين للتلاوة التي تلا على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني، فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد سالم عامر القارئ المقيم بالقاهرة. أما الصوت والضوء خلاص الحديث الكبرى التي لقبت وجدها تحت إدارة وإشراف عميد فرشة البحيرة الأول الحاج محمد عبد المقصود وأولاده المقيمين بالخلالية. أما كل من جلب العزاء فكان سعيهم مشكور. بنيابتنا عن أهل العزاء الكرام، ما فيش قاعدة تاني يوم ولا خميس كبير. اهالي البلدة الكرام، ما فيش قاعدة تاني يوم.